عايزين بقى نبتدي، يعني انا مش عارف هل نبتدي مع حضرتك يعني على الصعيد الاولمبي، هل نبتدي برايك ورؤيتك لاداء المنتخب الاولمبي المصري في طوكيو 2020 بشكل عام، ولا نبتدي بلقاء البرازيل الاخير؟ تعال نتكلم بشكل عام وصولا للقاء البرازيل. هو طبعا احنا يعني بدايه من مباراه اسبانيا يعني نفس الانطباع بتاع مباراه اسبانيا هو نفس الانطباع اللي على مباراه البرازيل. احنا الانطباع بتاع مباراه اسبانيا احنا نازلين بنشتغل بشغل دفاعي بحت. يعني لما تيجي تتفرج على الماتش اسبانيا وتشوف نسبه الاستحواذ للفريق المصري والفريق الاسباني، نعم الفريق الاسباني ما كانش مؤثر قوي على المرمى، لان احنا طبعا كنا عاملين جدار دفاعي قوي جدا، بس نسبه الاستحواذ فوق 80%. يعني احنا بالشكل العام احنا كانوا بيتمرنوا علينا، فلو في بعض الحلول نجحت مع اسبانيا كان ممكن يكسبونا في الماتش دوت، لكن ربنا ستر وطلعنا فالانطباع من اول ما دخلنا الدوره وهو انطباع دفاعي. لما ما هو ده تعليمات مدرب، تعليمات جهاز فني. ما هو انت مش هتنزل، ما هو بديهي انها تعليمات جهاز فني. التعليمات دي ليه؟ ما هو انا على فكره انا مش بستنكر، انا بس بستفسر، وخصوصا ان هي حاجه ملفته للنظر، واحنا لينا برضو ايه ماضي مع الدفاع اللي هو بيبهر العالم في بعض الاحيان. فاكر مشاركه مصر في كاس عالم في ايام الكابتن محمود، يعني بالظبط، يعني كان حديث العالم كله اللي هو ايه ده، ما هو ليه عندنا التوجه ده، ليه عندنا الميول للدفاع المستميت على حساب الهجوم اللي هو المفروض ينتج عنه تهديف. يعني انا عايز اختصرها لك، ان احنا خرجنا، تم تثبت وجودك، اثبت وجودك كفريق ليك اسمك في افريقيا. العناصر الموجوده في المنتخب الاولمبي دي عناصر جيده جدا، عناصر كلها كويسه جدا بما فيهم اللي قاعدين بره. يعني احنا مش اقل من اسبانيا، وبعدين اسبانيا ما ده احنا في السن الصغير ده احنا بنتفوق على اوروبا في السن الصغير دوت. يعني اسبانيا ما فيهاش غير في اربع خمس لعيبه بيلعبوا في انديه كبيره، لكن الباقي لعيبه عاديه زي لعيبتنا. انت ليه نازل خايف؟ الجرأه ليه مش معاك ان انت تهاجم فريق زي اسبانيا وتكسبه، تهاجم فريق زي الارجنتين وتكسبه؟ انت الانطباع نازل انت عاوز تاخد بونت، وفي الارجنتين عاوز تاخد بونت اتغلبت، في استراليا بقى يا تكسب يا تخرج. طب ف غامرت وجزفت ولعبتك كسبت. المشكله كمان مش في التوظيف، كمان ده المشكله في التوظيف نفسه. يعني مثلا رمضان صبحي من اكتر اللاعبين اللي بيروح بيهاجم الخصم، بيهاجم المدافع، ودي ميزه جامده جدا طبعاً. عند في الخط في الثلث الهجومي بالذات. عمار نفس الشيء. رمضان صبحي في الماتش الاولاني بتاع اسبانيا كان بيلعب صانع العاب. يعني ده انت تحطه خليه حر ويروح في الثلث الدفاع ده. يعني في ماتش استراليا الهدفين سببهم رمضان صبحي، صحيح، عدى وخد فاولات على ال 18 ويعني كان مؤثر بشكل كبير جدا. طبعا لما عمار نزل جاب هدف، لانه هو في الدوري المصري انت ما بتشوفوش في الدوري المصري. الدوري المصري بيلعب مع الاتحاد على طول في الثلث الاخير، خطر جدا. فالتوظيف ما كانش مظبوط بشكل صحيح يعني. فطبعا احنا برضو الماتش الاخير بتاع البرازيل نازلين وعايزين نتعادل ونخش في ضربات جزاء والكلام ده كله. لعيبه البرازيل لعيبه ده يعني لو الشناوي مش واقف كنا خدنا 5-6. فطبعا انت في كل الحالات خرجت، تم تثبت وجودك وتلعب لعب هجومي
وبعدين ال 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 الواضح كمان اللعيبه كانت مبهده شكلها ما نامتش ما تفهمش مش قادرين يجروا لان لعيبه البرازيل كانوا بيتلاعبوا بينا في جوه ال 18 بشكل كبير جدا. هو الحقيقه هو شيء ملحوظ ومش بس لو قارنا يعني بنفسنا بلعيبه البرازيل عموما تحس ان في فرق في اللياقه البدنيه بين لعبتنا وبين معظم الفرق المنافسه. ايوه ما هو يعني ده ملحوظ جدا. طبعا ما هو احنا ما هو بالرغم ان كل لعيبتنا دول بيلعبوا في الدوري الممتاز ولياقتهم البدنيه عاليه جدا وكويسه ما اعرفش بقى بس هو في فرق سرعات تقريبا بيننا وبين طبعا فرق رتم اداء. ما هو برضه خلي بالك اللعيبه اللي بنلعبها اغلبهم كلهم محترفين في انديه محترمه جدا. احنا ما هو ده مشكلتنا احنا ان احنا مين محترف في المنتخب الاولمبي؟ مين محترف في بره في اوروبا؟ ما احنا المحترفين اللي قلنا نميل عليهم ما اسعفوناش لاسباب مختلفه. معلش ما هو انت احنا بنتكلم دلوقتي في المنتخب الاولمبي. اسبانيا كلهم محترفين. الارجنتين كلهم محترفين. استراليا كلهم محترفين. البرازيل كلهم محترفين. انت مين محترف عندك؟ ما هو احنا النهارده بنقفل باب الاحتراف على كل من هو بيجي له فرصه للاحتراف. بنقفل وده خطر جدا على منتخبنا ومنتخبنا الاول كمان. احنا لما يبقى بنروح دوره في من الدورات للمنتخب الاول او اي منتخب بيختاروا اللي هيروحوا الدوره دي من 120 محترف من 150 محترف اللي احنا يعني هم 3 4 5 بالكتير خالص محترفين اللي عندنا بنجيبهم كلهم.